رحمة الله، مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس الإعلامية للجميع. اليوم إن شاء الله تعالى مع درس جديد من سلسلة دروس مايكروسوفت أوفيس وورد. اللي كنلاحظو قدامنا دو دوكيمون محلولين. كاين دوكيمون اللي على اليمين ديالنا، وكاين دوكيمون اللي على اليسار. دوكيمون اللي على اليمين فيه ان انسومبل دو كيستيون اللي غادي نجاوبو عليهم بطبيعة الحال، و الإجابة ديالهم كتكون في لو دوكيمون 3. لو دوكيمون 3 اللي هو كما كتشوفوا عبارة على نص اللي ديجا سيزيتو، يعني ربحا للوقت. فإن شاء الله تعالى غادي ترافقوني في التعرف على يعني مراحل الإجابة على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بهاد الدرس. احنا عندنا في اليسار كما كتشوفوا دوكيمون 3، غادي نجاوبوا عليه انطلاقا من هاد المجموعه من الاسئله. دونك اول سؤال عندنا هنايا هو قال لك سيزير لو تيكست. سيزير سيتادير ايكريغ لو تيكست. احنا اون ا ديجا ايكري لو تيكست، دونك سي با لا بين دو ري ايكريغ لو تيكست ا نوفو. دونك باش حنا نربحوا الوقت انا سيزيتو من قبل. ثاني سؤال قال لك انريجستري لو دوكيمون سو لو نون فيش دو ستاج. فهنايا عندنا لو دوكيمون ديالنا هو هذا، بغينا انريجستريوه ونسميوه فيش دو ستاج. داكوغ. الوغ باش نسجلو حنا بالنسبه لينا في لونجستخومون بالنسبه للوورد، عندنا مجموعه من المراحل اللي كيمكن، ولا مجموعه من الطرق اللي كيمكن نستعملوها. من ضمن الطرق هو كنمشيو لو بوطون اوفيس، وكنمشيو نكليكيو على انريجستري، هذه الاولى. ولا كنكليكيو على انريجستري سو، ممكن ندير انريجستري، ممكن ندير انريجستري سو، سا ديبون الوقت فاش كندير انريجستري. بطبيعة الحال كيعطيني اون بواط دو ديالوغ، ايل مانفيت ا سيزيغ لو نون دو فيشي. هنايا في هاد لو بواط دو ديالوغ تنسيزي ليه لو نون دو فيشي. فوالا، دونك ممكن نسجلو بهاد الطريقة، ممكن نسجل بطريقة أخرى اللي هو نكليكي في لاباغ داكسي غابيد تنمشي لأنغوجيستخي، أولا كنديرو كونترول إس، كونترول إس. فوالا، دونك لاباغ داكسي غابيد ان سول كليك سيغ أنغوجيستخي، أو بيان ألي دو بوتون أون أبوي سيغ كونترول بوي بليس إس. فوالا، une boîte de dialogue s'affiche qui atteint une boîte de dialogue et il m'invite à saisir le nom de fichier. Donc le nom de fichier dielna, donc fiche de stage. Voilà. Et puis dans retard l'emplacement, la place à fin radin ce jour, ça va être hal hnaya, ça dépend. Il a sigil de tariqa adiya, donc radi mchi directement le document. وإلا اختاريت ان نوتر امبلاسمون بطبيعة الحال سا ديبون دو مون شوا. دونك تنكليكيو على انغوجيستري. با فوالا، دونك غادي نشوفو في لاباغ هنايا دو تيتر، إلا فيش لو تيتر اللي سجلنا فيه اللي هو فيش دو ستاج. تالت سؤال فورماتي لو تيكست. وفورماتي لو تيكست داخل فيه مجموعة من الأسئلة. دونك فورماتي لو تيكست سيتادير ابورتي ان انسومبل دو شونجمون au niveau de la couleur de police, niveau de style, niveau de la taille, niveau de l'interligne, niveau d'alignement, ainsi de suite. Donc première question formater le texte, c'est l'inhénaya corriger les fautes d'orthographe. Donc fais-je qu'on a dit des fautes d'orthographe, on avait le hal chenaf الدروس السابقة كيفاش كنصحوهم. حنا هنايا لاحظنا ما عندناش لي فوت دوغتوغراف الاكسبسيون ديال 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 هذا. دونك غادي نصحوه. نمشيو لا كيسيون سيفونت. كريي دي اسباس اونتر لي سو تيتر اي لي باراغراف. كريي دي اسباس اونتر لي سو تيتر اي باراغراف. غير فقط اللي كيؤثر الانتباه بالنسبه لا كوريكسيون دو فوت دوغتوغراف، يمكن ترجعوا للدرس ديال يعني تعليم صحيح الاخطاء اللي من الايام، واللي مشروح فيه يعني طريقه تصحيح الاخطاء بشكل عام. هنا عندنا سؤال اخر قال لك دي زيسباس اونتر لي سو تيتر اي باراغراف. كما كنشوفوا هنا عندنا دي تيتر، عندنا دي سو تيتر، وعندنا دي باراغراف، وتيمكن نكريو دي زيسباس سيتادير
غادي نكليكيو في لا فان هنايا ديال لو تيتر ديالنا اي بوي كنديرو اونتري ان سولو لين ميم شوز كنكليكي عاود في لا فان دانتروداكسيون ان سولو لين لا فان نيسيسيتي ان سولو لين فان نيسيسيتي ستاج ان سولو لين فان كرياتيفيتي سولو لين ديري دو ستاج سولو لين ستاج سولو لين كاليتي دو فورماسيون سولو لين بون فوالا حنا جاوبنا على سؤال ديال كري دي زيسباس كري دو تيتر اي لي باراغراف سؤال اخر اللي هو اونكادري تو لو دوكيمون لو دوكيمون ديالنا بغينا نديرو ليه لونكادرومون دونك ce qui fait que غادي نمشيو directement l'onglet mise en page et puis غادي نديرو بوردور دو باج ومن بعد غادي نمشيو نختارو l'onglet بوردور دو باج وغادي نختارو encadrer puis OK بون فوالا اختارينا ان encadrement simple pour la bordure ديال لو دوكيمون ديالنا حنا جاوبنا على السؤال غير فقط يعني باش ننتبهكم الى رجعنا البوردور دو باج فاش كدير اونكادغير بطبيعه الحال عندك ان اونسومبل دو شونجمون اللي يمكن انت تطبقهم بطبيعه الحال بالنسبه لو ستيل انا اختاريت ستيل نورمال عادي ممكن تختار ان اوتخو ستيل ستيل دو تخي اللي تطبق على البوردور ممكن تختار ليه اون كولور لهاديك البوردور ديالك او ممكن تختار اون لارجور ديال لو تخي او بوي تدير اوكي او لا الا ما بغيتيش اونكادري بان تري سامبل يمكن نديرو بوردور دو باج تيكون مباشره لتحت هنايا تنختارو ان موتيف ان موتيف ديال ديال ديالنا ان شوا نختارو ان شوا دونك تيجي لي انا لونكادرمون لونكادرمون ديال لو دوكيمون ديالنا سي بون السؤال الماجي عندنا هو لو تيتر برينسيبال غرا طاي 18 سونتري اونكادري افيك ترام Le titre principal est la fiche technique sur le stage. Donc, on va la sélection de la fiche technique sur le stage. Voilà. Et puis, on va cliquer la gras. Voilà. J'ai. La taille 18. On va la taille 18. Centré. On va cliquer la centré béchigina l'ost. Voilà. Rare facat li uid yani tzkir. Fa fesh kankono. درنا لي فونيتر كوت اكورد سيتادير جنب الى جنب فمجموعه من لي كوموند كيكونوا كي يعني كيتجمعوا سو فورم في ان تيتر مثلا تتلقى ان سونتري داخله في المنيو باراغراف تتلقى دونك الى كبرنا فالى كبرنا كنلقاو ان سونتري كتكون مباشره قدامنا بلا ما نحتاجو نمشيو نكليكو على باراغراف دونك نعاود نرجعو نصغرو لا فونيتر ديالنا دونك حنا درنا سونتري فوالا encadré avec tram donc centré encadré avec tram donc غادي نمشيو للميزون باج بوردور دو باج او عوض ما نمشيو للبوردور دو باج غنمشيو للبوردور encadré فوالا encadré غادي نابليكي لاش الباراغراف ماشي التكست اي بي غادي نختارو قال لي افيك تخام سيتادير اون كولور دو فون دونك غادي نمشيو لا تخام دو فون نمشيو لو غومبليساج اي بي غادي نختارو اون كولور دو فون فوالا ميم شوز تن ابليكيوها الباراغراف وكنرجعو لا بوردور ديالنا فوالا كنكملو الاجابه فين وصلنا فوالا اون كادري افيك ترام سي بون دونك بي اوكي فوالا اش بقى لينا ندوزو السؤال اللي تبعو قال لك لي سو تيتر لي سو تيتر عندنا غرا ايطاليك سوليني تاي 13 غرا ايطاليك سوليني تاي 13 دونك غادي سيليكسيوني لي سو تيتر عندي انتروداكسيون عندي سيتي ستاج ديغي دو ستاج كاليتي دو فورماسيون حنا من طبيعة الحال هنايا في هاد الحالة عندنا اختيار يا اما نقادو تيتر بتيتر يا اما نديرو لا سيليكسيون دان سول كو لي تيتر كاملهم ونجيبو عليهم دقة واحدة ممكن سيليكسيوني انتروداكسيون ندير كونترول سيتي ستاج ديغي دو ستاج كاليتي دو فورماسيون اي بوي غادي نمشيو نديرو غرا ايطاليك سوليني تاي 13 دونك غرا ايطاليك سوليني لا تاي غادي نقلبو على 13 ما عندناش غير غادي نديرو لا سيزي اي بوي تنفاليديو اونتري انا جاوبت على لونسومبل ديال لي تيتر ديالي كندوزو مباشرة لاش 200 ليترين دونغور دو لين دون لو تكست بور لي باراغراف 1 2 4 لا ليترين دونك غادي نسيليكسيونيو الباراغراف ديالنا
باش نعرفوا شنو هي لا تخين. وواحد لا لتر كتكون كبيره كتكون عندنا في لو ديبي دو باراغراف، الا كنا كنقراو لي جورنو راه كتكون كيكون كيبان لينا دي فوا واحد الحرف كبير في الاول ديال لي زارتيكل، هذاك تيتسمى لا لتخين. دونك لا لتخين غادي نمشيو لانسيرسيون، من بعد انسيرسيون غادي نمشيو للتكست، لان كي قلنا راه صغرنا لا فونتخ، الا كبرناه راه ما نحتاجوش نمشيو للتكست. الا كبرنا لا فونتخ كنديرو انسيرسيون مباشره تلقاو هنا لي تخين، ولكن الا كانت لا فونتخ صغيره كنلقاو لنا مجموعه من لي كوموند مجموعين في سو لو نون تكست. دونك غادي نديرو انسيرسيون كنمشيو للتكست وكنمشيو لي تخين، اي بوي تنختار عندنا دو شوا، يا اما كنختار دون لو تكست يا اما كنختار دون لا مارج. دونك سي بلي كونفونابل دون لو تكست فوالا. وبالنسبه لا لارجور يمكن تحكم في لا لارجور ديال لو دوكيمون، ديال اوبسيون لي تخين، اي بوي نصغر لا هوتور دو لين، بوي اوكي فوالا. ندوزو للدوزيام باراغراف ديالنا ميم شوز. دونك انسيرسيون تكست كنمشيو لاش لي تخين تنديرو دون لو تكست، كنمشيو اوبسيون لي تخين سي ميو، كنديرو دون لو تكست وكنصغرو لا هوتور دو لين دو اوكي. 3 قال لنا لا، دونك غندوزو ل 4 مباشرة، نديرو لا سيليكسيون وكنمشيو لانسيرسيون تكست ليترين دون لو تكست فوالا. ممكن نديرو كي قلنا اوبسيون دو ليترين فوالا، اوبسيون دو ليترين وكنصغرو لا هوتور او بي اوكي فوالا. حنا غاديين كنجاوبو شوي بشوي على لو تكست ديالنا، فين وصلنا؟ وصلنا لسؤال ديفيزي لو تخوازيام باراغراف اون دو كولون. لو تخوازيام باراغراف كنديرو لا سيليكسيون ديالو كنقسموه اون كولون. دونك باش نقسمو اون كولون كنمشيو لاش؟ كنمشيو للميزون باج. ميزون باج كنلقاو كولون وكنمشيو نكليكي على يا اما دو الا بغيت نقسمو اون دو، تخوا اولا غوش دغوا. بغيت بليزيو كولون يعني كتر، ممكن بريسيزيوم هنايا وندير اوكي دونك تيقسم ليا. حنا السؤال طلب منا دو كولون دونك تنكتفيو بدو كولون، وكنديرو اوتر ونديرو هنايا دو دو كولون. اي بي تنقول ليه لين سيباراتريس، ها كنقول ليه عطيني واحد لا لين سيباراتريس، وتندير اوكي. هنايا تندير هي دو كولون العاديين فوالا، وتندير لا لين سيباراتريس بيناتهم الخط فوالا. السؤال من بعد قال لنا ميتي لو ترويزيام باراغراف اون ماجيسكول. دونك بور ميتي لو ترويزيام باراغراف اون ماجيسكول سي بلو سي فاسيل. دونك تمشيو لونجلي تاكوي، كنمشيو لموديفي لا كاز، موديفي لا كاز غروند ابتيتا هاد ليكون، وكنمشيو نختارو ماجيسكول. دونك تي فورماتي لو تكست اون ماجيسكول. العكس الا بغينا مينيسكول ممكن نمشيو نديرو مينيسكول، دونك تيرجع مينيسكول فوالا. السؤال اللي تابعو عندنا ديفيزي لو دوكيمون سور 4 باج، شاك باراغراف دون زون باج. دونك عندنا مجموعه من لي باراغراف، عندنا 4 د لي باراغراف، كل باراغراف غادي نعزلها في لاباج ديالها بوحدها. دونك غادي نمشيو في لافان ديال الباراغراف الاولانيه، غادي نكليكيو في لافان ديالها، غادي نمشيو لانسيرسيون، غادي نديرو باج، وغادي نديرو سو دو باج فوالا. سو دو باج شنو دار لينا؟ عطانا الباراغراف الاولى في البروميير يعني باج، كنمشيو للباج الثانيه كنكليكو عاود في الاخر، كنمشيو لانسيرسيون باج سو دو باج ميم شوز. عاوتاني هنايا اها انسيرسيون باج سو دو باج، انا ولاو عندي 4 سور 4 يعني 4 د لي باج على 4 ديال لي باج، وحده جوج ثلاثه اربعه، دونك 4 باج سور 4 4 سور 4 فوالا. كل باراغراف عزلناها بوحدها فجلها. وهاد المساله ديال انسيرسيون باج سو دو باج ممكن نديروها بكونترول اونتري، تنحطو الكيرسور مثلا، نحط الكيرسور في لو ديبي منين بغيت ننزل كندير كونترول من الكلافيو كندير اونتري، با فوالا الطور يجوي حنا قسمنا لاباج ديالنا. عندنا هنايا سؤال اخر، دوموندي ان ابيرسو افون امبريسيون، دوموندي ان ابيرسو افون امبريسيون. الوغ بالنسبه لابيرسو سي كوا؟ لابيرسو سي تادير كنشوفو لاباج افون دو لامبريمي، يعني لا بريزونطاسيون ديال لاباج ديالي كي دايره قبل ما نامبريميها تو سامبلومون. دونك باش نديرو لابيرسو كنمشيو يا اما لو بوطون اوفيس وكندير لابيرسو الا بغيت، اولا كنمشيو غير لا باغ داكسي رابيد تنافيشي لا كوموند ديال لابيرسو وكندخل ليها مباشره من هنايا. دونك يعطيني لا بيرسو سي تادير واحد النظره شامله على لو دوكيمون ديالي. علاش تيتسمى اصلا بيرسو افون امبريسيون؟ لان
l'aperçu avant impression kima كتقول لنا هذه العبره هو انك تشوف لا باج كتشوف il détecte les défauts défaut اللي كان شي ديفو في لا باج دونك il les détecte دونك كتشوفو قبل ما تمبريمي دونك هنايا حنايا درنا لابيرسو دونك فوالا السؤال اللي تبعو قال لك افيشي لي 4 باج سيغ لو ميم ايكرون حنا كتبان لينا غير باج وحده غادي اون فاس سيرفير دو زوم غادي نمشيو لا زوم غادي نغيدوي لا زوم حتى تولي بان ليا لي باج ديالي كاملهم في ليكرون وي بوي غادي كليكيو على اوكي كما كنلاحظو السؤال اللي تبعو قال لك فيرمي لابيرسو قبل فيرمي لابيرسو قال لك سونتري لي تكست سور لي باج فيرتيكالمون اوغمونتي لي مارج فوالا بالنسبه لي تكست ديالي كتشوفو كلهم مكتوبين اون بو دونك اون فوا اوغمونتي لا مارج دو فاسون سكي سوا سونتري او ميليو دو دي باج باش يكونوا مسونتري عندنا في الوسط ديال الورقه الوغ شنو غادي نديرو غادي ندخلو للمارج فوالا كنديرو مارج بيرسوناليزي اي بي غادي نجيو لا مارج دوهو كنطلعوها كنشوفو في نفس الوقت نراقبو لابيرسو حتى كنشوفو بلي راه سي سوفيزون هاد لا مارج اللي اختارينا راه سونطرات لينا لو تكست في لو ميليو سوبوزون نديرو 12 اي بي ابليكي ا سي با سيت سيكسيون كنختارو تو لو دوكيمون باش ما يسونطريش لينا ولا ما يطبقش لينا لا مارج 12 سنتيمتر على اون سول باج غيتبقى على لونسومبل دي باج غنديرو اوكي فوالا فيرمي لابيرسو دونك تنخرجو من لابيرسو ان سول كليك كنكليكو على فيرمي créer un entête affichant à gauche établissement privé, au milieu rapport, à droite la date automatique du système. Voilà. Donc, une belle entête ou le pied de page, je sais quoi, je ne sais pas, mais là, c'est quoi? Un entête, c'est quoi? Un entête, maintenant, une belle nas les cartes mobiles factures ou la bons de commande, les bons de livraison, ainsi de suite, qui te l'a un entête, un pied de page, ou le milieu qui connaît un contenu. دوك لي زونتيت لو بي كيكونو اي سون ديجا امبريمي كيخرجو من الطباعه لان ان اونتيت كتقدو نتا غير في باج وحده فوالا دونك تيمشي لونسومبل دي باج ميم شوز غادي نشوفو دونك بور كري ان اونتيت دونك غادي نمشيو نقلبو على لونتيت ديالنا دونك غنمشيو فين غنمشيو من طبيعه الحال عندنا لا كوموند باش نلقاو لونتيت ديالنا فوالا tabulation donc on dirait tabulation et puis on dirait le numéro de page Jenna voilà c'est bon tracer un trait en haut on se bat un trait en haut on peut cliquer on dirait on rejoint l'accueil on dirait paragraphe voilà on dirait un trait en haut voilà mettez l'entête en grataille 16 voilà donc on va dire la sélection on va dire l'entête d'Yelna on va dire la sélection on va dire la taille chal grataille 16 on va dire le pied d'Yelna on va dire grataille 22 grataille 22 on va dire demander un aperçu avant impression donc on va l'aperçu voilà donc on va l'aperçu on va voir les pages de l'un on va voir l'entité le pied on va faire une seule page on va voir l'entité le pied qui marche l'ensemble des pages on va essayer ici on va faire un peu le page l'oula شي شويه لا مارج باش تيبان ليا الا كانت لا بوردور كبيره فيستحسن انك تنزل لا مارج شي شويه باش كيبان ليك وترجع لا بيرسي دونك تيبانوا ليك لي باج كاملهم ديالك دونك ابري زافوار ريبوندو ا لونسومبل دي كيستيون فوالا لا ريزولتا فينال دونك نتمنى انكم تستافدوا معايا في هذا الدرس هذا وتعطيكم موعد ان شاء الله في الدروس اللاحقه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته